أهلا بكم. أعلن النائب عن محافظة بابل سلام الشمري إحالة ملفات كبيرة وخطيرة تخص صحة المحافظة إلى القضاء وهيئة النزاهة. وقال الشمري إن هناك ملفات فساد كبيرة وخطيرة تدين مدير صحة بابل نورس الكسبي قدمت إلى القضاء. وكانت مصادر صحفية كشفت في وقت سابق عن إلقاء القبض على مدير عام صحة بابل الكسبي بتهمة الإهمال والتعامل مع شركات وهمية. قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني إن بلاده جاءت على رأس الدول المصدرة للعراق خلال عام 2018. وأضاف رحماني أن الصادرات الإيرانية غير النفطية في العراق بلغت 12 مليار دولار خلال 2018، وأن بلاده تهدف لرفعها إلى 20 مليار دولار خلال عام 2019. وأضاف رحماني أن موقع المنطقة الصناعية في إيران ساعد بإجراء المعاملات التجارية بين بلاده والعراق، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد استثمارات جديدة مستقبلا بتعليمات من الرئيس الإيراني حسن روحاني. قالت وزارة النقل إنها شاركت في اجتماعات اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا في دمشق لتطوير العمل المشترك بين البلدين. وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية إنه تم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى طريق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي. حذر النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي من مخاطر وصول مياه السيول والفيضانات إلى حقول مجنون والفيحاء والسندباد وتأثيرها على صادرات البلاد النفطية. وقال المحمداوي إن وزير الموارد المائية لم يستطع الإجابة عن أسباب عدم وجود خطة طوارئ لتجنيب البلاد مخاطر السيول والفيضانات، الأمر الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة مبالغ تعويضات الفلاحين والمواطنين. وحمل المحمداوي وزير الموارد مسؤولية وصول مياه السيول والفيضانات إلى الحقول النفطية ما قد يتسبب بأضرار كبيرة للصادرات النفطية للبلاد. أعلن مدير مشروع دعم المخزون السمكي في أهوار البصرة جاسم حسين عبد الله إطلاق أكثر من 10 ملايين سمكة من نوع كارب في أهوار المحافظة. وقال عبد الله إنه جرى تقسيم الدفعة الأولى بواقع 5 ملايين سمكة كارب في موقعين ضمن المسطح المائي بنهر العز، بينما أطلقت 5 ملايين سمكة أخرى في هور لحويزة. إلى أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.